بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيدك. نحمدك يا ربي عدد ما خلقت، ونحمدك ملء ما خلقت، ونحمدك مثل ما خلقت، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله تعالى عليه وسلم، ورضي الله عن صحابة نبينا أجمعين، وعن آل بيته الطيبين، وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عنا معهم بواسع رحمتك وفضلك وكرمك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه، وافتح علينا بخير ما تفتح به على عبادك الصالحين وأوليائك العارفين. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة رحمة وتجليات، وساعة مغفرة ونفحات وهبات وأعطيات، تغفر بها لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجمع شملهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم اكشف همهم، اللهم أبدلهم بخوفهم أمنا، وبفقرهم غنى، وبضعفهم قوة، وبذلهم عزة، وبتفرقهم أن تجمع شملهم على طاعتك ومحبتك يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأحباب الكرام، والتواصل معكم مستمر من خلال قناتكم، قناة سامراء الفضائية، ومن خلال برنامجكم برنامج الرؤى والحياة. نتواصل معكم على مدار أيام الأسبوع أيها الأحباب الكرام من خلال رسائل SMS التي ترسلونها إلى القناة فنجيب عليها، ونتواصل أيضا معكم من خلال هذه الساعة في بثها الحي من خلال الأرقام التي تظهر في أسفل الشاشة. مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات. تناولنا في الحلقة الماضية بعض المفردات ذات الصلة بموضوع الفرج بعد الشدة، على اعتبار أنه موضوع يهم الكثيرين منا، يهم المعسر الذي يبحث عن أن يكون موسرا، والفقير الذي يبحث أن يكون غنيا، والطالب الذي يسعى أن يكون متفوقا في دراسته، والمهموم الذي يسعى في زوال همومه وفي رحيل غمومه، والمريض الذي يبحث عن الشفاء، والمهجر الذي يسعى أن يعود إلى دياره، والسجين الذي يتمنى أن يطلق، يعني أن يفك أسره وأن يحل قيده ويطلق إلى أهله وإلى أحبابه. كل الناس تعتريهم من الهموم ما يعتريهم، ويعتريهم من الغموم ما يعتريهم. هذا ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية، والحلقة التي سبقت الحلقة الماضية تكلمنا فيها عن بعض دلالات التعبير وعن بعض مجالات التفسير التي تخص المرض أو تخص العافية على اعتبار هي نقيض المرض. اليوم في هذه الحلقة أيضا سنسلط الأضواء على بعض المفردات التي تخص موضوع الصلاة أو ما له بالصلاة أو ما له صلة بالصلاة، كالمحافظة عليها أو التقصير فيها، كالخشوع فيها أو عدم الخشوع فيها، كالمحافظة عليها في أوقاتها أو تأخيرها عن أوقاتها، بعض دلالات ذلك حتى يحين وقت استقبال الاتصالات. بالنسبة للصلاة أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، الصلاة تأتي في الرؤيا كثير من الأمور والمفردات لتدلنا على الصلاة، من ضمنها أنك قد ترى في الرؤيا أنك تدعو، ترى في الرؤيا أنك تدعو، فيكون هذا الدعاء في الرؤيا تفسيره بالصلاة، لأن الصلاة في اللغة، في لغة العرب، معناها الدعاء. الصلاة في لغة العرب هي معناها الدعاء، بل أن الصلاة متضمنة لأدعية كثيرة، بداية بدعاء التوجه والاستفتاح، مرورا بسورة الفاتحة التي هي عبارة عن دعاء وعبارة عن خطاب بين العبد وربه. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. إذن الصلاة فيها دعاء،
فيها الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود وغيره، وفيها أدعية، التشهد فيه دعاء، السجود يفضل فيه الدعاء. فإذا في الرؤيا إذا رأيت أنك تدعو فالدعاء يفسر بالصلاة في كثير من الأحيان، وفي بعض الأحيان يفسر بالعكس، أن الصلاة تفسر بالدعاء، أن الصلاة تفسر بالدعاء. الله عز وجل ذكر آيات الصوم وذكر بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهنا تأتي الصلاة بمعنى الدعاء في الرؤيا، ويأتي الدعاء بمعنى الصلاة. فكما أن الصلاة تتخللها من المناجات ما يتخللها، ويتخللها من الدعاء والرجاء وحسن الثناء على الله عز وجل ما يتخللها، فتأتي في عالم التعبير وفي مجال التفسير أن الدعاء يدل على الصلاة. من ضمن دلالات الصلاة أيضا أيها الأخوة الكرام، أنك ترى في الرؤيا أنك تدخل المسجد، كما يقول العلماء في حق المصلين، يقول: من لم يدخل المسجد عموديا سيدخله أفقيا. يعني من لم يعود نفسه على آداء الصلاة في المسجد فيدخل بكامل قواه وباختياره مصليا فيه سيموت، فيدخلونه بشكل أفقي محمولا على الأعناق إلى المسجد حتى يصلى عليه. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل الصلاة ومن المحافظين عليها اللهم آمين، نحن وأنتم وجميع المسلمين. إذن إخواني الكرام، أخوات الكريمات، أيضا من ضمن الدلالات التي تدل على الصلاة والمحافظة على الصلاة أنك ترى أنك تدخل المسجد. لماذا؟ لأن المسجد هو بيت الله عز وجل، ولأن المسجد هو أعد للصلاة ولذكر الله. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن هو للذكر، ومن أعظم الأذكار التي تؤدى في المسجد هي الصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فإذا هو للصلاة. فإذا رأيت أنك تدخل المسجد في الرؤيا فأنت إن شاء الله من أهل الصلاة، سواء كان المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو أي مسجد آخر أو جامع آخر، بغض النظر أن مجال يعني المسجد الأقصى أو المسجد النبوي أو الحرام، المسجد الحرام له خصوصيات أخرى قد تدل على قضية العمرة أو على قضية الحج أو على غيرها من الدلالات الأخرى في مجال التفسير والتعبير. أيضا إذا يعني رأيت في الرؤيا أن المؤذن يؤذن وأنت تردد معه، على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا وعلمنا أننا إذا سمعنا المؤذن أن نقول مثل ما يقول، مثل ما يقول المؤذن في كل لفظ من الألفاظ نقول مثل ما يقول، حتى إذا قال حي على الصلاة أو حي على الفلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم بعد أن ينتهي من الآذان ندعو الله ونقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، ونسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم المقام المحمود. فقال يعني تلك منزلة أو ذلك مقام ينبغي ألا يكون إلا لنبي، وأرجو أن أكون هو أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم إذا رأيت أنك تردد مع المؤذن فكأنها تلبية، لأن المؤذن حين يؤذن هو يدعوك للصلاة، فأنت حين تردد معه الأذان أو تردد الأذان لوحدك فكأنه إشارة على أنك إن شاء الله من أهل الصلاة ومن المحافظين على الصلاة. قد ترى في الرؤيا أنك تقرأ قول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه إما أن تكون فيها بشارة أو إشارة، إما أن تكون فيها بشارة لك أنك من أهل الخشوع، وهي بشارة لك بالفلاح والنجاح إن شاء الله في دنياك وفي أخراك لأنك من أهل الخشوع، وإما أن تكون فيها إشارة على أنك تصلي لكنك لا تخشع في صلاتك، فهي دعوة لك أن تسعى إلى تحقيق الخشوع بكل الأسباب وبكل الوسائل، لأن الصلاة بغير خشوع يعني لا طعم لها ولا قيمة لها ولا أثر لها في حياة الإنسان. والخشوع قضية نسبية تختلف من إنسان إلى آخر، فربما يصلي زيد ويصلي عمرو في مسجد واحد أو في مكان واحد، كل منهم يصلي ركعتين مثلا تحية المسجد أو السنة القبلية سنة الفجر أو سنة الظهر البعدية، فرق ما بين صلاة الأول والثاني كما بين السماء والأرض. لماذا؟ الفرق في قضية الخشوع وفي قضية حضور القلب وفي قضية الطمأنينة وفي غيرها من الأمور. فإذا رأيت في الرؤيا أنك تقرأ الآية مثلا: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فإما أن يكون فيها بشارة لك لأنك من أهل الخشوع فهي بشارة لك بالفلاح، قد أفلح المؤمنون.
وإما أن تكون فيها إشارة لك أنك تصلي لكنك لا تخشع في صلاتك، فهي دعوة لك إلى تحقيق الخشوع في صلاتك. قد يرى المسلم أو المسلمة في الرؤيا أنه يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتدارسه مع بعض الناس، أو يسمعه من بعض العلماء والدعاة، حديث المسيء صلاته الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ولا يطمئن في صلاته، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كرر معه ذلك 3 مرات حتى قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، علمني يا رسول الله، يعني قال يا رسول الله علمني أنا لا أعرف غير هذا. فإذا هي دعوة لك أن تحسن وتحسن صلاتك، خصوصا قضية الطمأنينة على اعتبار هي ركن من أركان الصلاة، وهي أن تطمئن في قيامك، وأن تطمئن في ركوعك، وأن تطمئن في سجودك، وأن تطمئن في كل ركن من أركان صلاتك، حتى تذوق حلاوة الصلاة، وحتى تجني ثمرة المناجاة لله والخضوع والسجود والركوع بين يدي الله عز وجل. إذن إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، حفظكم الله وسلمكم، هذه من ضمن دلالات الصلاة. قد نرى دلالات أخرى، مثلا أنك ترى في الرؤيا أنك تقرأ قول الله عز وجل أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، نسأل الله العافية. تقرأ السورة كاملة أو تقرأ هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهي إما أن يكون فيها إنذار لك لأنك تارك للصلاة، فهي دعوة لك أن تصلي، صلي قبل أن يصلى عليك، صلي قبل أن يصلي عليك، يصلى عليك، صلي قبل أن تفقد العافية فلا يعني تجد طعما للصلاة، صلي قبل أن تفقد شبابك فتتأخر كثيرا عن الله عز وجل وعن رحاب الله وعن أبواب الله، صلي قبل أن تموت فتنقطع حياتك فلا تستطيع أن تصلي ولا ركعة. المهم إذا رأيت في الرؤيا أنك تقرأ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فهي فيها إشارة لك إن كنت تارك للصلاة أن تصلي، وإن كنت مصليا فهي دعوة لك أن تحافظ على الصلاة في أوقاتها، لأن العلماء قالوا في تفسير هذه الآية أنه ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هم لم يتركوا الصلاة بالكلية ولكنهم أخروها عن أوقاتها، والله أعلم. معنا الاتصال الأول الأخت آية من كركوك. السلام عليكم. آية من دهوك عفوا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بالأخت آية، تفضلي. شيخ عندي رؤية. نعم تفضلي. تفكرون يا شيخ انه مثل على السلم نتائج اخر السنة. نعم. ومن ضمن درجاتي عندي درجة 98. نعم. وانا كنت ابكي على مود يعني على قول بعدي درجتين وانجح. نعم. على مود يعني درجتي 98. نعم. رجعت على البيت كانت عمتي عندنا. كنت أبكي وياها قلت لها بعدي درجتين ويعني أنجح 98 طلعت درجتي. نعم. أمتي قالت روح نقدم اعتراض. نعم. رحنا لما طلعنا الشيخ رجل عمتي أخذ السيارة من بيت جيراننا. عالية لونها سودا. نعم. بنروح بيها شيخ. رحتوا بيها للمدرسة؟ بنروح قلت له الرجل عمتي اخاف يعني ما يعرفون اخذنا السياره، شو طلعت مرت صاحب السياره اسمها نوال. نعم. ارفض ناخذ السياره شيخ. رفضت لو وافقت يعني؟ لا وافقت شيخ. نعم. ورحنا على يعني مكان نزلنا يم مطعم. نعم. انا وعمتي. ايه شيخ. وقلت لها هاي منطقة يم الجلي يسموها. نعم. فكرة داخل المطعم كانوا ناس كثير يعني شيخ. نعم. طلعنا من باب يعني باب داخل المطعم عشان نروح على المدرسة. نعم. عمتي سألتني قالت لي ايش اسم هالمدرسة؟ قلت لها ابراهيم الخليل. رحنا على المدرسة شيخ كانت وحدة حرمة جافة صوت الطلاب يعني الطالبات على المديرة. نعم. أنا دفوت عدتي قال لك لي لا بالدور الصبري. نعم. شو ثقتني صديقتي اسمها شهد قالت يعني هل عدتك شافت رتبة الشيخ راسبة؟ ايه هي صديقتي شيخ. نعم.
قبلي وأنا عدتي أريد أصوت قالت لي اصبري بالدور. نعم. وانتهت رؤيته. نعم. عفوا أخت يعني. أخت آية حضرتك يعني طالبة حاليا؟ لا شيخ حاليا ما على داوم. يعني قديما كنت طالبة مثلا سادس علمي أدبي هيجي؟ أدبي شيخ. سادس أدبي. هذا قبل كم سنة تقريبا؟ سنتين. سنتين. تتكرر معاك هيك رؤية باستمرار يعني؟ لا والله شيخ أنا أول مرة. حضرتك متزوجة أخت آية؟ لا شيخ. طيب نعم. شلون التزامك بالصلاة وقراءة القرآن بأذكار؟ زين والله شيخ. نعم. إن شاء الله تسمعين الإجابة لأخت آية إن شاء الله. مرحبا بك حياكم الله. نعم معنا اتصال. ألو. أخت صبا من الأنبار تفضلي. نعم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخت صبا تفضلي. الشيخ موقعني شفت بالحلم. نعم. واحد دايما اسمه عمر من الإمارات. ما محمد الشيخ وعمره نظيفة. اسمه عمر عفوا. يا رحيم حلوة. أخت صبا اسمه عمر من الإمارات. هو عمر قال أنا من الإمارات. أنا نفسها بيضة وشهر نظيفة وعمانه نفسها حين نظيفة فإذا السيارة يعني حلوة رفاقية السباعية مالتها مرمغ وكاشا فسمعنا عنه مستقبل هو حين مستقبل يعني شوة كم درائبنا قربة فإن تجعل السيارة بيضة لحظة أخت صبا على كيف يا أخت صبا شوية شوية تكلمي يعني هو إجا عليكم عليش يخطب امرأة لا هو إجا السيارة مات يعني جموا درايبنا هذي تقدون علينا بيضة يعني قالوا حتى تروح يعني أقرباءكم يريد تقول عليها بيضة؟ إذا تقول عليها بيضة قالوا نطق عليها بيضة حتى تروح يعني فجموا توخروا وين مقبل قبلهم نعم فلس استقبلني أنا وأمي فهم استقبلنا وراح يعني راح قرر حرجع الإمارات يعني هو راح للامارات لو رحتوا يا انتو؟ لا احنا ظلينا بالبيت ظلينا نحكي مين شنو هذا شنو هذا النظافه مالتها. نعم. وشفت الرؤية الثانية دائما تحلم انه هي مستعجلة على الصلاة تريد تروح قبل الدوام تريد تروح على الصلاة تصلي والله تروح هل مستعجلة اختك دائما تحلم تريد تروح على الدوام يعني على المدرسة؟ مستعجلة حيل حيل تروح على الصلاة. تريد تروح للصلاة؟ تصلي قبل تروح. قبل لا تروح على الدوام. اه يعني بالرؤية هي تريد تشوف نفسها تريد تصلي قبل ما تروح للدوام؟ ايه مستعجلة عاد تصلي يا الله تروح. وتصلي وبعدين تروح. زين شو؟ أختي الله أختي دائما أشوف إن شاء الله تصل حل حلو. مرة شافت القرآن شايفته بعدين هذا القرآن تحول قصص حلو. يعني أختك شافت بالرؤية أنه شنو شايلة قرآن؟ إيه والقرآن تحول طفل حلو. آه شايلة قرآن وبعدين تحول إلى طفل شنو؟ حلو حلو على الطفل. آه هي ما متزوجة؟ لا ما متزوجة. ماشي عفوا أختك اللي هي تشوف قضية الصلاة قبل ما تروح للدوام هي موظفة؟ لا هي موظفة. أمك موظفة؟ أمي. موظفة. موظفة، شلون التزامها بالصلاة؟ حلو والله حلو يعني متدينة. ملتزم بالصلاة، ماشي الحال، ماشي الحال أخت صبا إن شاء الله، تسمعين الإجابة، مرحبا. معنا اتصال أخونا محمد من سامراء، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا أخ محمد. الله يسلمك يحفظك الله. حياكم الله. الحمد لله رب العالمين، مرحبا أخ محمد، تفضل. الله يحفظك دكتور. الحمد لله رب العالمين. اليوم رايح الملكة يعني، اليوم. نعم. للمدينة المنورة والمكة رايح للمدينة والمكة نعم ما شاء الله نعم اي ودكتور عندي الحلم الثاني نعم حلمت عمي وعمتي نعم عمي وعمتي عمتي متوفية الله يرحمها نعم فمتشاتلين بيناتهم نعم مشكلة بيناتهم مشكلة عمي وعمتي نعم عمتي متوفية الله يرحمها نعم فمتشاكين بيناتهم نعم وعمك ما متوفي بس عمتك لا لا ما متوفي نعم خير ان شاء الله ماشي اخي محمد حياكم الله مرحبا الله مرحبا يحفظك. معنا اتصال عفوا نعم نعم ايها الاخوه الكرام
تكلمنا بخصوص مفردات التي تدل على الصلاة، سواء كان من باب الإحسان في الصلاة أو باب التقصير في الصلاة، كيف يأتي تعبيرها وتفسيرها. من ذلك أن الإنسان قد يرى في الرؤيا، كما وردتني رؤيا يعني قبل يعني فترة ليست بالطويلة، يرى في الرؤيا إنسانا آخر مثلا يعني ممدد على ظهره ويضرب بالحجارة على رأسه، فيعني يشج رأسه ويستسيل منه الدماء إلى آخره. هذا طبعا يدل على العقوبة التي تخص الذين تثقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، يعني خصوصا الذين ينامون عن صلاة الفجر أو صلاة العصر، على اعتبار أن صلاة العصر هي مظنة النوم بعد القيلولة، يعني بعض الناس يؤخر صلاة العصر أو يترك صلاة العصر بسبب النوم في القيلولة، وهي يعني ما بعد صلاة الظهر، لمن ينام بعد صلاة الظهر، والبعض يقدمها قبل الظهر أصلا يعني. وكذلك صلاة الفجر هي مظنة النوم بالنسبة لليل، يعني الساعات المتأخرة من الليل التي تسبق الفجر، بعض الناس ينام عن صلاة الفجر. فإذا رأى في الرؤيا الإنسان أنه يضرب رأسه بالحجارة أو يضرب رأس غيره بالحجارة، نسأل الله العافية، فهذه دليل على أن هذا الإنسان من الذين يتساهلون بالصلاة ومن الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. أيضا قد يرى الإنسان رؤيا أنه يعني خرقة أو قطعة من القماش بأي لون من الألوان مثلا تضرب في وجهه، فهذا يدل على أنه هو مضيع للصلاة، فلا يحافظ على طهارتها ولا يحافظ على أركانها ولا على شروط صحتها ولا يطمئن فيها، فهذه الصلاة التي يضيعها يعني كأنها تلف في خرقة ثم تضرب في وجهه من باب الزجر ومن باب يعني الاستصغار لشأنه، لأنه لم يعظم هذه العبادة العظيمة التي هي من أجل العبادات ومن أعظم الطاعات التي تربط هذا القلب برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى، الذي يقول لأنبيائه، يقول سيدنا موسى قال وأقم الصلاة لذكري، أنت حين تقيم الصلاة تقيمها لله، الله غني عنك وأنت الفقير إلى الله، أنت من أفقر المخلوقات ومن يعني أضعف الموجودات ومن أذل الكائنات بين يدي رب الأرض والسماوات، ومع هذا أنت أحب المخلوقات إلى الله، فحتى تزداد من الله قربا وتزداد من الله لك حبا وتزداد حبا لله أيضا، ينبغي أن تحافظ على الصلاة. فقد ترى رؤيا فيها شيء من الزجر، فيها شيء من الترهيب لك حتى تعود إلى صلاتك كما يحب الله عز وجل ويرضى. أيضا أيها الأخوة الكرام، قد ترى رؤيا فيها بشارات، قد ترى رؤيا فيها بشارات بخصوص الصلاة، من ضمنها مثلا أن ترى أنك تمشي في نور، أو كأنه جسمك تحول إلى نور، أو أنك تمشي في مكان مظلم لكن مع ذلك هنالك نور يعني يحيط بك من كل مكان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فهذا النور إن شاء الله هو بركة الصلاة والمحافظة عليها. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخ عبد الوهاب بن صلاح الدين، تفضل. الحمد لله رب العالمين، حياك الله أخي. الشيخ بالنسبة زوجتي شافت يطير هواية، كلش هواية. شنو شافت زوجتك؟ بط. بط يطير بالسماء. بط يطير في السماء كثير. نعم، لونه أسود من جوبي فضي. نعم، يعني اللون فضي من جوه، فارادت يعني منهن اثنين، دعت الله سبحانه وتعالى، ساجده الى الله سبحانه وتعالى، رادت اثنين منهن، فقلت لها يا جد اثنين الك، فمن وصلنا يمنا البطاط نزل من السماء نبينا لهن رز تمن. نعم، هاي الرؤيه الاولى. الرؤيه الثانيه شيخ، شفت رجل ميت. نعم، هو بالحقيقه ما ميت، من وصلنا للمقبره يحفرون القبر ماله، بس قاموا يوزعون شربت. نعم. ايه شربت، هاي الرؤية الثانية شيخنا. نعم. عفوا أخ عبد الوهاب، هذه زوجتك رأت الرؤية الأولى؟ نعم، زوجتي رأت الرؤية الأولى. عندك أولاد منها؟ عندك أولاد؟ عندي أولاد الحمد لله اثنين. عندك أولاد اثنين، نعم. إن شاء الله خير أخ عبد الوهاب، تسمع الإجابة إن شاء الله. مرحبا، نعم. معنا أخونا فاروق أيضا من صلاح الدين، تفضل. تفضل أخ فاروق. فاروق نعم، شلون صحتك؟ حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ فاروق، تفضل حياك الله. أنا أخوي العزيز. نعم. شيخ البارحة شفت قاعد أتغدى. نعم.
نتردد تمن ومرق ويا سطلة لبن. ومع شنو مع لبن؟ لبن شربت سطل كامل. شربت شقد؟ سطل كان اكو سطل صغير شربته كامل. لازم مهجر صار كثير ما شرب اللبن يعني. والله دائما نشرب بس البارحة في الحلم. هنيئا مريا. نعم اخي العزيز نعم. ايه بعدين رحت للتواليت و نعم تكرم. نعم ايه هالك يا شيخ ان شاء الله خير اخي العزيز. فاروق حضرتك متزوج؟ متزوج نعم. عندك اولاد؟ ايه عندي ولد وبنية. نعم خير ان شاء الله. تسمع الاجابه ان شاء الله. مرحبا إن شاء الله اخوي العزيز. مرحبا اخ فاروق حياكم الله حياكم الله. نعم معنا اتصال. نعم ايها الاخوه الكرام هذا بالنسبة للدلالات بعض السور. أيضا من ضمن الدلالات أنك يعني قد ترى بعض البشارات بخصوص الصلاة كما قلنا قضية النور على اعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، فمن رأى أنه تحول إلى نور أو أن يعني النور يحيط به من كل مكان. ونحن ندعو نقول اللهم اجعل يعني اللهم اجعل سمعي نورا وبصري نورا ونطقي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا. هنالك أدعية مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه النور هو هبة من الله عز وجل، لذلك يقول سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهذا من بشارات الصلاة إن شاء الله. معنا أخونا وضاح من كركوك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أخ وضاح. الحمد لله رب العالمين حياكم الله. تفضل أخ وضاح. شنو هو الحلم؟ ماشي حلمت السماء تمطر. نعم نعم اخ وضاح. نعم خير ان شاء الله. بعد معك شيء رؤيه اخرى؟ وين اللون الاخضر؟ نعم الحلم اللون الاخضر. لون اخضر يعني شنو مثلا؟ ملابس لو الارض لو اي شيء يعني شنو اللي شفته بالرؤيه لونه اخضر اخ وضاح؟ قماش يعني ملابس إلك أو لغيرك؟ إيه لا مو لي. متوفى هو أم حي الإنسان اللي شفته عنده ملابس خضراء؟ حي. حي ماشي الحال. تسمع الإجابة أخ وضاح. شكرا لوضوح السؤال. مرحبا أخي مرحبا حياكم. نعم معنا الأخت ميونس تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالأخت ميونس تفضلي. شيخنا رأيت رؤيا. نعم. بالليل أنا كنت نايم. نعم. وكنا لدغني عقاب. نعم. وراها بالحلم يعني نفس الوقت يعني قتلت لها العقاب. نعم. إيه وأيضا زوجة أخويا. نعم. رأى بالرؤية بأنه أنا وأختي عندي بالبيت أختي عزبة نعم عاملة لابسين فستان مال عرايس يعني فستان عروسة والدواء نعم والناس يقول هو كنسان من الناس من وينه إحنا أنا وأختي يعني كنا لابسين ملابس عروسة قالوا نعبر الشارع على أساس إحنا رايحين حتى نقص على الصورة نعم ما حكيت مع أحد بس كنتم لابسين ملابس ابيض والدواق مال عروسه يعني رايحين تعبرون الشارع حتى تصورون؟ ايه حتى تصورون والملابس لونها ابيض نعم ايه ماشي اختم يونس ان شاء الله. حضرتك ما متزوجه ولا بس اختك ما متزوجه؟ لا انا متزوجه. ام يونس متزوجه. اختك ما متزوجه؟ لا نعم ان شاء الله تسمعين الاجابه ام يونس. مرحبا. نعم ايها الاخوه الكرام فقلنا هذا بالنسبة للنور من مبشرات الصلاة. أيضا من مبشرات الصلاة أنك قد ترى في الرؤيا أنك تبني مسجدا أو يعني تشارك في بناء مسجد، فهذا يدل على أنك من المحافظين على الصلاة وهي بشارة طيبة في حقك، لأن الله عز وجل يعني ذكر قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وإعمار المساجد هنا ليس ببنائها وإنما بإعمارها بالصلاة وبذكر الله عز وجل وقراءة القرآن ودروس العلم الشرعي وغيرها. فإذا رأيت ذلك أنك يعني تساهم في بناء مسجد أو تبني مسجدا فهي بشارة في حقك إن شاء الله أنك من أهل الصلاة.
وقد تكون على يعني غير ذلك أنها أيضا بشارة لك بسبب من أسباب الجنة أو موجب من موجبات الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من بنى لله تعالى بيتا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة. معنا اتصال، معنا الأخت أم جاسم، تفضلي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم جاسم، تفضلي. عندي أختي شافت في المنام يعني دول كمان وبينا حشرة سوداء شرخ وستان يسمون، نعم أي، وتشرب من المي مالها يعني، نعم. ورؤية ثانية أختي عندي يعني شوف خيالي لحدها دائما يعني بالمنام. هي أختش نفسها الأولى؟ لا لا مو نفسها، هاي أختي الثانية. دائما شوف خيالي يلحقها؟ إيه خيال أسود يعني شوف، ودائما تقعد خايفة يعني. نعم. إيه يجي تهجم عليها يعني وهاي مو عارف بعد. عفوا بالنسبة لأختش الأولى يعني أكو عندها مشكلة بخصوص قضية مثلا سحر، أو يعني هي تتوجس من قضايا السحر والعمل العين الحسد، عندها هي شيء حدث أو تفكير يعني؟ وتشكل هاي الحالات اللي تقول احيانا سحر او عين، ودائما تجيها الاحلام صار يجيها بالحلم. نعم. تحلم يعني اكو عين بالبيت مالها يعني تطلع من عندها صار وتجي يعني يجسدها للعين اللي يطلع منها الفار. نعم. خير ان شاء الله. اختش الثانيه اللي هي شافت خيال يتبعها، هذا الكابوس دائما يتكرر معاها؟ دائما نشوف وهي يعني تصلي وتقرا قران، بس دائما هذا الكابوس يلحقها. نعم ماشي الحال أم جاسم، تسمعين الإجابة إن شاء الله. مرحبا. نعم إخوان الكرام، بهذا نكون قد اكتفينا باستقبال الرؤى. نستأذنكم بفاصل ثم نعود للتفسير والتعبير، فانتظرونا حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد أيها الأخوة الكرام الأخوات الكريمات، حياكم الله. استقبلنا عدد كافي من الرؤى نقوم بتفسيرها، ونقول في بداية التفسير والتعبير نسأل الله أن يجعل ما رأيتمه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه، وخيرا رأيتم إن شاء الله. كان معنا في البداية الأخت آية من تهوك، هي رأت رؤيا تخص الدراسة وتفاصيل الدراسة والامتحان ونتائج الامتحان والاعتراض على الامتحان، علما أنها يعني ليست طالبة الآن وإنما كانت طالبة السادس أدبي قبل سنتين، وهذا الأمر لا يتكرر معها. هي التزامها جيد، التزامها الديني بالصلاة بقراءة القرآن بالذكر، وهي أيضا غير متزوجة. أقول يا أختنا آية يعني هو رؤية الامتحان يعني تدل في بعض الأحوال على امتحانات الدنيا أو على امتحانات الآخرة، على اعتبار أنه نهاية الدنيا يعني يأتي الموت ثم يكون هنالك حساب ويكون هنالك صحائف أعمال ويكون هنالك ميزان، كما يقول الشاعر يقول الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله وإن خالفت فالنار، نسأل الله العافية. فالامتحان إما يدل على امتحانات الإنسان في الدنيا، المحن والابتلاءات والمصائب والنوازل التي تكون في حقه كفرد أو كأسرة أو كمجتمع أو كأمة، وهذا الأمر طبيعي أنه كل الناس تعيشه، وينبغي للمسلم أن تكون عنده بصيرة فيما يجري حوله من أحداث وكيف يتعامل معها وفق سنن الله عز وجل الكونية التي يقول عنها ربنا سبحانه وتعالى ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنة الله لا تتبدل ولا تتحول، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. فالرؤية يعني بخصوص قضية الامتحان وأنه جاءت النتيجة 98 فكنت تطمحين إلى أكثر بالمئة وكنت تبكين بعد ذلك الانتقال بالسيارة، والسيارة تدل على المسير والانتقال من حال إلى حال، ومن ثم كان اسم نوال وهو اسم طيب يدل على نيل المنال إن شاء الله، وكذلك كان فيها اسم للمدرسة هو اسم إبراهيم الخليل، وإبراهيم كان أمة يعني كان عند الله عز وجل بمقام أمة، وكذلك صديقتك كان اسمها شهد. الأسماء الموجودة في كل الرؤية يا أختنا آية تدعو إلى التفاؤل، وأنت قد تكونين
في حياتك الآن اليومية تمرين بظروف صعبة، فما عليك إلا أن تصبري وتحتسبي وتحسني التوكل على الله، وتحسني الاعتماد على الله، وتحسني تفويض الأمر إلى الله. عند ذلك البشارات قادمة إن شاء الله والخير قادم. فالله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالخير كثير والرب كريم وقدير سبحانه وتعالى. لا شك أنك تعاني من ظروف صعبة، قد تكون اجتماعية بسبب مثلا تأخر الزواج، أو مالية بسبب الفقر أو قلة ذات اليد، أو نفسية أو عضوية، بغض النظر عنها نحن لا نعلمها لكن الله يعلمها. لكن أنا أبشرك بالخير، فأفضل العبادة انتظار الفرج، والله ثم والله ثم والله لا يقدر الله لنا إلا الخير سبحانه وتعالى، لأن هو بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الخير الذي نراه خير هو خير، وحتى ما لا نراه خيرا هو فيه خير لكننا لا نعلمه. وعسى أن تكره شيئا فيجعل الله فيه خيرا كثيرا، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذا تخلى عن مرادك إلى مراد الله، وفوض الأمر إلى الله، وأحسن التوكل على الله، وأبشر بالخير يا أختنا آية وجميع الأخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات. كان معنا الأخت صبا من الأنبار، كانها رأت رؤيا الأولى أنه شخص يعني اسمه عمر، كان يلبس ملابس بيضاء جميلة، عمامة بيضاء جميلة، وكان عنده سيارة، كانت أرضية السيارة يعني مطبقة أو مغلفة بالمرمر والكاشي أو غيره، وكان بعض الناس يعني حاولوا أن يقتربوا من السيارة. لم أعرف يعني ما هي الغاية في قضية أن يطقوا بيضة على السيارة إلى آخره، لكن المهم هذا الرجل يعني ترك أولئك الناس واستقبلهم. فأقول يا أخت صبا والله تعالى أعلم، يعني الاسم اسم على أنه على اسم سيدنا عمر رضي الله عنه، وقضية الملابس الكاسية والوافية الجميلة البيضاء مع العمامة التي تدل على تمام الدين وعلى التقوى، يقول الله عز وجل: ولباس التقوى ذلك خير. وترك أولئك الناس والاحتفاء بكم، قد تكون هنالك أخبار سارة، وقد تكون هنالك أرزاق عامة يكون لكم منها الحظ الأوفر والنصيب الأكبر بإذن الله عز وجل إن شاء الله تعالى وقدر. لأنه بحسب يعني ما موجود عند الإنسان في قضية التوكل على الله وحسن الاعتماد على الله يأتيه الخير الكثير إن شاء الله. فقد تختلفين أنت يا أخت صبا وأهل البيت إن شاء الله عن كثير من الناس في حسن الاعتماد على الله والتوكل عليه، فتأتي أرزاق وتأتي بشارات ويأتي خير، يكون للناس منه نصيب، لكن نصيبكم قد يكون أكبر من غيركم، هذا والله تعالى أعلم، خصوصا أنت والوالدة. أيضا تقول بأن أختها الأخت صبا يعني ترى في الرؤيا دائما أنها تريد أن تخرج للعمل، وأيضا تفكر بالصلاة، فدائما تصلي ثم بعد ذلك تخرج، علما أنها موظفة الوالدة، عفوا والد أخت صبا، وهي أيضا ملتزمة بالصلاة. أقول يا أخت صبا هذا إن شاء الله يدل على همها وتفكيرها وانشغالها بالصلاة، وعلى همتها في المحافظة على الصلاة على وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها. فهذا الأمر قد يخص الصلاة وقد يخص غيرها من الأعمال التي يحبها الله، وأمك دائما تبادر بها وتعجلها، وهذا شأن المؤمن، ينبغي أن يستعجل في فعل الخير، لأنه لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. أنا اليوم معافى لكن قد أكون غدا مريضا، أنا اليوم على قيد الحياة لكن قد أكون غدا مثلا يعني في عداد الأموات، أنا اليوم مثلا شاب أستطيع أن أعمل الكثير من الخير لكن قد أكون غدا مثلا في عداد كبار السن فلا أستطيع أن أعمل الكثير من الأعمال. على العموم يا أخت صبا هذه الرؤية في حق أمك تدل على أنها إن شاء الله يعني تتعجل في فعل الخيرات والطاعات ومن ضمنها الصلوات، ونسأل الله أن يثبتها على ذلك. أيضا تقول أن أختها رأت في الرؤيا أنها تحمل في يدها مصحف، وبعد ذلك تحول هذا المصحف إلى طفل صغير. نقول أنه يعني حمل المصحف هو بحد ذاته قد يكون فيه بشارة بمولود، وقد يكون هذا المولود من حملة القرآن الكريم أو من حفظة القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال في حق يحيى عليه وعلى نبينا محمد الصلاة والسلام، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكمة صبية. فالمصحف في بعض الأحيان يفسر بالولد الصالح من حملة القرآن، لكن إن كان المصحف قد تحول أصلا
الى صبي، فانا اقول لاختك غير متزوجه يا اختنا صبا لتجعل لها وردا طيبا من القران الكريم، وتكون صلتها طيبه مع القران الكريم، لان القران الكريم هو كلام الله، ولانه مصدر عظيم من مصادر الهدايه. وببركه ان شاء الله قراءه القران او حفظها للقران واعتمادها على الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى، سييسر الله عز وجل لها إن شاء الله زواجا طيبا مباركا، ويرزقها الله إن شاء الله ذرية صالحة، وقد يكون بعضهم من حملة القرآن، والله تعالى أعلم. يقول أخونا محمد من سامراء أنه رأى في الرؤيا أنه يذهب إلى مكة والمدينة. نقول يا أخونا محمد إن شاء الله هي يعني سفرة طيبة ورحلة مباركة. زيارة المدينة أو المسجد النبوي تحديدا هو من المساجد، المسجد الحرام والمسجد النبوي من المساجد التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فذكر منها المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا يعني المسجد النبوي. أما إلى غيرها من المساجد فلا ينبغي أن تشد الرحال أو أن نعقد نية السفر لنذهب إلى مسجد معين، لأنه لا تختلف المساجد ولا تتفاضل فيما بينها، كل المساجد لها يعني نفس الثواب ونفس الأجر بالصلاة فيها، ما عدا المسجد الأقصى ب500 صلاة، والمسجد النبوي ب1000 صلاة، والمسجد الحرام ب100,000 صلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقصد يا أخونا محمد هذا يدل إن شاء الله فيه إشارة على قضية تفاضل الأعمال فيما بينها من ناحية، ومن ناحية أخرى زيارة المسجد الحرام والمسجد النبوي أو مكة والمدينة فيها إشارات على قضية الحج أو قضية العمرة، والله تعالى أعلم. ونسأل الله أن ييسر لك عمرة قريبة في رمضان، فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن ييسر لك حج بيته، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والله تعالى أعلم. وقد تكون زيارة مكة والمدينة حتى إن لم تفسر بالحج ذاته، فهي تفسر بأنك تؤدي أعمال ثوابها هو ثواب الحج، وهنالك أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في فضل مثلا أن تجلس في مصلاك بعد صلاة الفجر تذكر الله حتى تشرق الشمس، ثم تصلي ركعتين فيكتب الله عز وجل لك أجر حجة تامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا يقول أنه رأى رؤيا أن عمه الذي هو غير متوفى وعمته المتوفاة كان بينهم كأنه مشاجرة أو مشكلة. المألوف يا أخونا محمد أنه في الواقع أن الزوج والزوجة يعني قد يختلفان، إما أن تختلف الزوجة مع زوجها على بعض حقوقها، أو يختلف الزوج مع زوجته على بعض حقوقه، فإذا رأى ذلك في الرؤيا في حق زوجته المتوفاة ففي الغالب إن كانت يعني صاحبة الحق في الرؤيا فليبحث، فربما يكون مقصر في حق زوجته ببعض الشيء، على اعتبار أنه كانت بينهم علاقة، والإسلام احترم هذه العلاقة، وقال الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، أخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهذا العهد عهد العلاقة الزوجية والميثاق، ميثاق العلاقة الزوجية ميثاق عظيم عند الله، يعني امرأة محرمة عليك بكلمة زوجتك وقبلت أصبحت حلال عليك، لابد أن تحترم هذا الميثاق الرباني الذي شرعه الله عز وجل وأباحه. المهم يا أخونا محمد هذه الرؤيا في حق عمك قد تكون فيها إشارة في حق زوجته، إما أنه قد نسيها، أنه لا يستغفر لها، أو أنه لا يدعو لها، أو أنه لا يتصدق ببعض الصدقات لعل الله أن يوصل الثواب إليها، أو أن لها بعض المستحقات أنها تكون لها ديون في ذمتها، أو أنها أوصت بوصية فلم ينفذها، ليراجع هذه الأمور لعله يجد شيئا منها فيسعى في حله وعلاجه، والله تعالى أعلم يا أخونا محمد من سامراء. كان معنا الأخ عبد الوهاب بن صلاح الدين يقول زوجته رأت في الرؤيا أن بطا يطير في السماء كثير لونه أسود، وكان من الأسفل لونه فضي، ثم سألت الله عز وجل أن يرزقها اثنتين، فنزلت يعني بطتين اثنتين، وكنا نطعمهم من الرز أو التمن، علما أنه متزوج الأخ عبد الوهاب وزوجته عندها ولدين. نقول يا أخونا عبد الوهاب والله تعالى أعلم أن الطيور تأتي في بعض الأحيان تفسر بالأولاد والذرية، فقد تكون زوجتك تدعو الله عز وجل أن يرزقها الأولاد سواء كان ذكور أو إناث، فيقدر الله عز وجل لها ولدين ذكرين أو أنثيين يعني إناث أو ذكور، فيكتب الله عز وجل لهما رزقا عندكم، وتفسر في بعض الأحيان بغير الأولاد، يعني خصوصا صغار الدجاج في الغالب تفسر بالأولاد ذكورا كانوا أو إناث،
يعني أفراخ البط أو صغار البط تفسر بالذرية وتفسر بغير الذرية، هذا بالنسبة للطيور بصورة عامة أو بالنسبة للبط بشكل خاص. لكن على العموم نسأل الله عز وجل أن يقدر لكم إن شاء الله ذرية صالحة طيبة، وأن يرزقكم أولاد آخرين مع أولادكم، والله تعالى أعلم. يقول أيضا في الرؤيا أخونا عبد الوهاب بن صلاح الدين، رأيت رجل هو يعني رأيته ميت لكنه في الحقيقة هو غير ميت، وحفر له قبر ثم يعني وزعوا العصير عند قبره. فأقول يا أخونا عبد الوهاب، يعني لك أن تسأل عن هذا الرجل إن كان من أقربائك أو أصدقائك. الموت في الرؤيا بعض الأحيان يدل على الحياة، الموت في الرؤيا يدل بعض الأحيان على الحياة، وبعض الأحيان يدل على قسوة القلب وبعده عن ذكر الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت. لكن وجود إشارة أخرى هي مثلا حفر قبر وهو ميت، فقد يدل على أنه عنده بعض المشاكل والخلافات الأسرية أو العائلية أو العشائرية أو مع جيرانه أو غيرهم، لكن سيقدر الله عز وجل له إن شاء الله أن ينتهي من هذه المشاكل وأن يدفن هذه المشاكل وأن يوزع الحلوى أو غيرها بهذه المناسبة، والله تعالى أعلم. لكن وجهة النظر الأولى ربما تكون أرجح، فقد يكون فيه تذكير له بالقبر وبالموت، وعليه أن يصلح ما فسد من قلبه إن كان بعيدا عن الله وإن كان غافلا عن ذكر الله، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخ فاروق من صلاح الدين، يقول رأيت في الرؤيا أنني أتغدى يعني الرز أو التمن مع المرق مع اللبن، وشربت لبن كثير كان موجود في يعني إناء، ثم بعد ذلك أجلكم الله تبولت. هو متزوج وعنده ولدين. نقول يا أخونا فاروق، يعني هذا الطعام الذي تناولته إن شاء الله هو أرزاق يقدرها الله عز وجل لك، ومن خيرها طبعا اللبن، على اعتبار أن اللبن شربه في الرؤيا يدل على الفطرة، يعني يدل على أن هذا الإنسان يعني صاحب فطرة نقية وصاحب طوية سليمة وقلب إن شاء الله بعيد عن الغل والأحقاد وغيرها، والله تعالى أعلم. فشربك لهذا اللبن بهذه الكمية ثم أجلكم الله تبولك، يعني قد يدل على أنك إن شاء الله من أهل الفطرة السليمة، وقد يقدر الله عز وجل لك ذرية يعني يستفيدون من هذه الفطرة ومن هذا القلب المخموم السليم البعيد عن الغل والحقد والحسد، والله تعالى أعلم. كان معنا أخونا وضاح من كركوك، يقول رأيت رؤيا فيها مطر ينزل من السماء، المطر يدل على المغفرة، المطر يدل على الغيث، المطر يدل على الرحمة، المطر يدل على الرزق إن شاء الله تعالى في حقك يا أخونا وضاح وفي حق غيرك ممن نزل عليهم هذا المطر، والله تعالى أعلم. القماش أو الملابس ذات اللون الأخضر لإنسان حي، طبعا ملابس أهل الجنة خضراء، هي من سندس خضر كما ذكر الله عز وجل في كتابه، فهي إن لبسها إنسان ميت فتدل على أنه من المنعمين في قبره، فهو في روضة من رياض الجنة، والله تعالى أعلم. وإن لبسها إنسان حي فهي تدل على مكانته وعلى منزلته وعلى خير وفير ورزق كبير إن شاء الله يقدره الله عز وجل له، لأنه يلبس هذه الملابس الخضراء، وفي نفس الوقت هي تدل على تمام دينه وعلى أنه من أهل التقوى، والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت أم يونس، تقول رأيت رؤيا أنني كنت يعني في يعني نائمة وقد لدغتني عقرب ثم قتلت هذه العقرب. نقول يا أخت أم يونس، بالنسبة للعقرب يعني هي تعتبر من الفواسق وتعبر عن عدو، وأذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، حتى أننا إذا يعني مرت من عندنا أثناء الصلاة واحتجنا إلى قتلها باستطاعتنا أن نقتلها يعني كما شرع لنا ذلك. فالعقرب في الرؤيا تدل على عدو حاقد أو حاسد يريد النيل منكم، لكن الله عز وجل إن شاء الله سيقدر لكم يا أختنا أم يونس أن تتخلصوا منه، على اعتبار أنك قتلتها في الرؤيا. فقد يكون هذا العدو يؤذيكم بلسانه أو بيده كما هو معتاد بالنسبة لإنسان حاقد أو حاسد، ربما من الأقارب أو من الجيران وربما أصلا من الأباعد. وكل صاحب نعمة يكون محسود، يعني قد يحسده جيرانه أو أقاربه أو أرحامه أو الناس البعيدين، وغالبا ما يكون الحسد بين أهل الصنعة الواحدة، فالنجار يحسد النجار والحداد يحسد الحداد وسائق السيارة يحسد
سائق السيارة، والجارة في بعض الأحيان تحسد الجارة، نسأل الله أن يسلمنا وأن ينقي قلوبنا من الحقد والغل والحسد، وأن يجعل قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى، مؤمنة بقضائه، راضية بقدره سبحانه وتعالى. أيضا قلت في الرؤيا أنك رأيت يا أم يونس أنك أو يعني زوجة أخوك رأتك أنت مع أختك الثانية الغير متزوجة تلبسون ملابس الزواج، ملابس بيضاء جميلة، ثم تقطعون الشارع للذهاب إلى محل لغرض التصوير. أقول يا أختي أم يونس والله تعالى أعلم، الرؤية الثانية يعني إن شاء الله فيها بشارة طيبة في حق أختك، أنت تلبسين ملابس الزواج، أنت متزوجة أيضا، والله عز وجل قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأنت ذات زوج. أما بما أن أختك يعني غير متزوجة فإن شاء الله هذه الرؤية فيها بشارة طيبة في حقها بتيسير الزواج والله تعالى أعلم. وقضية عبور الشارع ربما يعني هي تدل على انتقالكم من حال إلى حال، وخصوصا أختك يا أختنا أم يونس، يسر الله أمرها والله تعالى أعلم. كان معنا الأخت أم جاسم، يعني هي رأت رؤيا الأولى والرؤيا الثانية. الرؤيا الأولى أن أختها رأت رؤيا يعني إناء أو دولكة فيها ماء، وكان فيها أجلكم حشرة سوداء، وكانت هي تشرب من مائها، يعني من الماء الذي فيه الحشرة. طبعا لا شك أن هناك كثير من الحشرات الصغيرة مما ليس له نفس سائلة كما يقول الفقهاء، هذا إذا سقط في الإناء يتكلمون عن أحكامه أنه لا ينجسه، هنالك حكم للبعوض، هنالك حكم للذباب أو غيره أجلكم الله، يعني عند الفقهاء. لكن القصد أختك يا أختنا أم جاسم يعني عندها ما ينغص عيشها، فالإنسان حين يشرب الماء صافيا غير أن يشرب الماء وفيه شيء من التراب أو فيه شيء من الطين أو فيه شيء من الحشرات أو غيرها، فهي عندها ما ينغص عيشها. تقول إن هي متزوجة منذ يعني 12 سنة لكنها بدون أولاد، وترى يعني أحلام وكوابيس مزعجة، وسألتك هل هي يعني تتوجس وتخاف من قضية العين، من قضية الحسد، من قضية السحر؟ قلت نعم. فأقول والله تعالى أعلم يا أختنا أم جاسم، عليك أن تذكري أختك أن يعني أن تتحصن بالأذكار، يعني هذا يعني قضية الحسد لا شك أنها موجودة، العين حق، ولو سبق شيء من القدر لسبقته العين. قضية الحسد والسحر عفوا والوقوع تحت تأثير السحر واقع موجود، لكن ليس بالضرورة أنه كلنا مسحورين وكل من يفكر بالسحر أنه مسحور. فبما أنه هي لم يعني تتيقن من ذلك، فما عليها إلا أن تتحصن بالأذكار وقراءة القرآن وسماع الرقية الشرعية، وتبعد هذه الكوابس والهواجيس والتفكير السلبي عن ذهنها حتى تهنأ بعيش صاف إن شاء الله. وأما أختك الثانية التي ترى خيال أسود يطاردها ويضايقها ويحاول أن يمسك بها ويتكرر معها ذلك، هذا أيضا من كوابيس الشيطان ومن تحزين الشيطان. فإذا نامت على طهارة على وضوء، ونامت على أذكار الوضوء وعلى أذكار المساء وأذكار الصباح وقراءة القرآن خصوصا سورة البقرة، فهذا كله يعني كفيل إن شاء الله بتحصينها وإبعاد الشيطان عنها والله تعالى أعلم. نسأل الله أن يجعل ما رأيتمه خيرا تتلقونه أو شرا تتوقونه، على أمل أن نلتقي في لقاء قادم يتجدد معكم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.